أهلا بيكم. هتسجل النهاردة حاجة بخصوص الهيدروليك. وأول حاجة بتقابلنا في الهيدروليك ومحتاجة عناية من كل المهندسين، إن احنا بنبص على الترمبات اللي هي الفاريبل ديسبليسمنت بومب. وإحنا قدامنا دلوقتي زي ما احنا شايفين أول وأسهل ترومبة فيهم اللي هي الـ A7V A7VO اللي هي variable bump of bend axial design for open circuit. ودي مميزاتها ايه؟ الترومبة دي لها شوية مميزات، انها بسيطة في شكلها، بنانة زي ما بنقول عليها. واسمحوا لي يعني اعذروني ان انا بتكلم باللهجة المصرية، لكن انا هحاول قدر الامكان ان انا استخدم اللغه الفصحى على قد ما اقدر، يعني مع مصطلحات انجليزيه والباقي ربنا يسهل وتقدروا تفهمون. يعني اولا احنا بنشرح دلوقتي مميزات البامب دي، اللي هي اهم حاجه فيها الامبورتنت فيتشرز اللي هي اكسل تيبر بيستوم روتري جروب. الاكسات اللي فيها تيبرد زي ما انت شايف هي الاكس البيستون بتاعتها، رب لها 7 بلانجر 7 بيستون، 7 بيستون على في داخل سلندر، لكن البيستون بيتكون من قطعه واحده مسلوبه من في الشكل بتاعها، وبيبقى في المقدمه بتاعت البلانجر بتبقى في عليه سيل على أساس يحكم الضغط. ودي بالنسبة لبساطة في الشكل، مش قطعتين يعني البستوم أو البلانجر، عدد البلانجرات بتاعتها وعدد البستوم بتاعتها 7، ويتكون من قطعة واحدة، كل واحدة يتكون من قطعة واحدة مش قطعتين زي الموديلات القديمة اللي فاتت منها. علشان كده هو بيسمى كاردانلس سيلندر درايف فيا تيبر ديسوم روبست بيرنج ويز لونج سيرفيس لايف. البيرنج زي ما انت شايف تيبر بيرنج قويه جدا في لان فيها طبعا الاكسيال، نتيجه الضغط العالي اللي بتطلعه الترومبه بتعمل اكسيال فورس، هنا بتتحلل لمركبه افقيه. المركبه الراسيه مش بتاثر كتير اللي هي بتطلع هنا، لكن المركبه الافقيه محتاجه تيبر بيرنج علشان تشيل الحمل ده كله. ففي التيبر بيرنج دي بتشيل اللود اللي جاي، اكسيال لود اللي جاي هنا، والبيرنج الثانيه الرولر بيرنج العاديه دي بتظبط الاكس بتاع البامب، يعني بتحدد الاكس بتاع البامب بحيث ان هي تكون ثابته ما بتتحركش. فطبعا دي جزء ظريف، فيها واحد بيشيل ثرست لود والتاني بيشيل راديال لود، ده حاجة ظريفة في التصميم. الديسبليسمنت فاريبل بتوين في جي 0 اند في جي ماكسيمم، او بنقول في جي مينيمم اند في جي ماكسيمم. الفي جي في الوضع اللي انت شايفه ده هي كده، على الوضع ده هي واخدة الماكسيمم ماكسيمم انجل بتاعتها، ودي تقريبا بتكون زاوية، الزاوية ديت الفا دي بيكون تقريبا 25. الفي مينيمم بتكون اقل من ال 25، ممكن تبقى زيرو وفي بعض الاحيان ما تبقاش زيرو، ويستحسن انها ما تبقاش زيرو على اساس البمب ما يبقاش فيها دراي ران في الشغل بتاعها. الكونستنت كنترول بريشر فيها انواع كتير بقى من الكنترولر، ودي النقطة اللي بيخليني ابتدي بالبامب ديت. انواع الكنترولر، طالما في فاريبل بامب يبقى في كنترولر كتيره بتركب على انواع الترمبات على حسب المتطلبات المعده اللي هتركب فيها البامب. عندي نوع اسمه كونستانت بريشر كنترول، في حاجه ثانيه اسمها هيدروليك اند الكتريك كنترول، في حاجه اسمها اللود سينسينج اوبريتنج بوسبل. ده ممكن يحصل. طيب الهاي بريشر رينج بتدور، يعني تقدر تحمل ضغط من 350 ل 400 بار، ده الوركينج بريشر، وده حاجه يعني ايه
قوية جدا، فيبقى الباور ويت ريشيو عالية بالنسبة لهذا النوع من الترمبات، وده حاجة ميزة كويسة. For use in mobile and industrial applications. طب يعني هي كده بتغطي المجالين، لأن الموبايل له بعض الترمبات معينة بتشتغل في الموبايل بس، وفي بعض ترمبات تانية بتشتغل في الاندستريال فقط، لكن دي تشمل الاثنين، ودي ميزة كويسة. وفي نفس انت لما تشوف الشكل بتاعها ده شكل مبسط جدا، شكلها كده ترمبة بسيطة جدا، شكلها شكل الموتور، هيدروليك موتور يعني، ما عدا ان الفرغة بتاعتها من الاخر بتبقى اعرض شوية يعني، هي بس حاجة. الهاي بريشر ابليكيشن، البامب ديت الديزاينيشن الشكل بتاعها دوت متعارف عليه في شركة ريكسروس او هيدروماتيك او بوش ريكسروس، كل ديت مجموعة جروب كبيرة جدا. بوش ريكسروس دي مجموعة ضخمة جبارة بتطلع انواع كثيرة من الترومبات، منها ترومبة دي مشهورة جدا اللي هي الـ A7VO، ودي يعتبر ابسط ترومبة من الترومبات اللي بتطلعها من الترومبات الفاريبل تقريبا، واللي هي بيعتمد عليها في الموبايل اكويبمنت، ممكن في الاندستريال زي ما هو بيقول. نيجي بقى الديزاينيشن بتاعها، التعريف بتاعها اسمها A7VO، يعني الشكل ده ساعة ما نشوف تعرف ان البامب دي A7VO. طيب الترم التاني اللي هنا ده بيحدد نوع الكنترولر، الكنترولر ده اسمه LRD. كل حرف هنا له معنى، فيه انا يعني هزودك بكمان ب قراءة الحاجة دي باللغة الإنجليزية، ولو عايزها باللغة العربية كمان ممكن نكتبها لك دي باللغة العربية، دي لك النسخة كمان باللغة العربية. لكن احنا عايزين نفهم يعني ايه LR، لو فهمنا ده هنفهم باقي الترمبات اللي ممكن نعملها ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. لكن ده اول فيديو تجريبي ليا لشرح الهيدروليك سيستم على اليوتيوب، لكن قبل كده كنت بدي الكورسات ديت لايف مع المهندسين مباشرة، لكن دلوقتي انا حبيت المعلومة تبقى عامة وللناس كلها ومجانا بدون صرف النظر عن اي شيء، اللي احنا بنفيد يعني نفيد الناس واحنا نستفيد يعني دعواتكم لنا وخلاص، ده كل اللي احنا عايزينه منه. والمهم المهندسين يبقوا ساتسفايد، واثق من نفسه، وكل حاجة سهلة جدا في الهيدروليك، مفيش اي حاجة صعبة اطلاقا. نيجي بقى LR دوت. LR ده مختصر الماني، اللي يعني يقصد به اللود او اللاست، R ريجوليتور او ريجل، لاست ريجل، وبعدين هنا دي ده دروك يعني الضغط، يعني هي فيها LR يبقى ده ايه كونستانت، ويبقى دي معناها الرمز ده تفسيره ايه فيتد ويز فيتد كونستانت هورس باور كنترول ان ذا بورت بليد. الدي بقى اسمها بريشر كات اوف، بريشر يعني تحديد اعلى ضغط. احنا بنقول البامب لها رينج من 350 ل 400، وممكن الاقل من ده اعلى حاجه يعني المفروض ما تعديش الرقم ده. المفروض انت لو عايزها تدور على 300 بس تدور، عايزها تدور على 200 بس تدور، انت بتظبط الضغط عن طريق البريشر كات اوف فالف اللي هو هنا. طيب ايه بقى الفكره فيها؟ الترومبه دي تتميز بانها فيها حاجه كويسه جدا اللي هي الكنترولر، وده بيعتبر يعني ميزة في الشركة دي أو المنتج ده، إن في حاجة جوه البامب في الكنترول اسمها الفورك ديت أو الأنجل ديت، دي بتعمل بتمكنه إن هو يعمل كيرف. إحنا بنقول لما أقول كونستانت هورس باور كنترول، يعني الفلو اللي خارج من البامب مضروب في ضغط التشغيل يساوي مقدار ثابت طول الوقت،
سواء هي في الماكسيمم انجل او هي في المينيمم انجل. ازاي ده بيتم؟ الترومبة شغالة وبتطلع ضغط، الضغط العالي اللي هو في اللون الاحمر ده، الضغط بيبدأ بيمشي في الخط دوت، بيجي هنا يغذي ده في السلندر الادجستنج سلندر، ده اسمه الادجستنج سلندر، بيجي يخش هنا من الفتحة ديت ويخش هنا في هنا بلانجر صغير قوي، يعني خلي بالك من البلانجر الصغير ده، ده مهم قوي. هنكبر الصورة بس عشان ايه؟ ايوه كده كويس. دلوقتي هنشرح بقى الكنترولر يعني ايه ال ار كنترول، ويعني ايه الفورك دي، فايدتها ايه ولازمتها ايه. البامب زي ما بنقول انها في حاله تشغيلها، ويبقى اولا لازم تدور بسرعه ثابته، يعني البامب عموما الهيدروستاتيك بيستحسن ان هو بيدور بسرعه ثابته باستمرار. الرينج بتاع السرعات بتاعتها على حسب حجم الترومبة، فبيتحدد لها السرعة بتاعتها، ده بيتاخد بيبقى مكتوب على النيم بليد بتاعها السرعة بتاعت البامب اللي بتدور عليها. طيب البامب دلوقتي شغالة ومطلع لي ضغط ايا كان الضغط، يعني من 50 لحد 300 او 350، بتطلع لي الضغط ده بيجي هنا على حسب طبعا الضغط بيجي نتيجة الحمل، ان البامب دي رايحة تعمل حمل معين، فالحمل بيعمل لي رد فعل يعمل لي ضغط، لكن البامب بيطلع فلو اللي بي اللي الحمل اللي البريشر بيبلت اب نتيجه الريزيستنس بتاع الحمل اللي قدام، فيبقى الضغط بيعلى. الضغط بيعلى بيحاول يجي هنا، يجي ماشي كده على طول ودخل ده سلندر اهو، ده البيستن بتاع السلندر وده العمود بتاع السلندر، وفينا سبرينج مجموعه من السبرينج بتحاول ترد، يعني هي باستمرار بتخلي لو الضغط التشغيل بيساوي صفر او البامب واقفه خالص، السبرينج بتزق السلندر في الوضع دوت كده مقفول خالص، وكده البامب في الماكسيمم. ده وضع البدايه، البامب بتبتدي من الماكسيمم بوينت. طيب احنا قلنا الترومبه لما بتشتغل هي الضغط هيبدا يعلى هنا، هيجي يخش هنا. طيب هنا يجي على البلانجر، ادي حاجه مهمه. طب احنا عرفنا ان الضغط التشغيل اهو، وضغط التشغيل هيجي هنا كمان على الـ على الـ السبول الصغير ده، ريجوليتنج سبول ده بروبولشنال سبول فالف صغير او بروبولشنال كنترول فالف اللي هو ده، وهنيجي هنا كمان في ماشي من هنا وبيعدي من الحاره دي للحاره ديت، يروح ايه بيغذي هنا. هنا التركة في الحتة دي في النقطة دي. ليه بقى؟ دلوقتي احنا قلنا الضغط عالي في البامب، الضغط البامب هيعلى هنا، هتبدأ تضغط على البلانجر هيبدأ يضغط. طب الضغط بتاعه لو الضغط هنا عالي هيبدأ يزق البلانجر، زق البلانجر هيزق الكامة بتاعته زائد ديت، يبقى دي واحنا قلنا الا دي زاوية، ده نقطة الارتكاز بتاعته، يبقى الزاوية دي هتنزل داون against ايه السيت فاليو اللي انا بظبطها من هنا، السوستة بتقاوم حركة البلانجر. طيب هيفضل ضغط يعلى يعلى لحد قيمة معينة، لحد ما يبقى ضغط الفورس اللي ناتجة عن الهيدروليك بالذراع بتاع الهيدروليك اكبر من الفورس المقاومة اللي هي بتاعة الاف فورس ديت والذراع الصغير بتاعها اللي هو ده كده ذراع الميكانيكال او السبرينج، لكن ده الذراع الكبير بتاع ايه الهيدرو. عند نقطة معينة هيبدأ كل ما الضغط بيعلى بتنزل الفورك هتنزل شوية. طب لما الفورك تنزل من هنا معناها ان ده هيتزق، لان دي نقطة ثابتة، ده نقطة دوران، يبقى الفورك هتلف كده داون، هتلف هتزق لي البلانج البلانجر ده هيزق لي السبول فالف ده يعتبر بريشر كنترول فالف او مترينج فال، ده هيبدا يفتح لي الضغط العالي. ده الضغط العالي سي ان الضغط ده 100 بار او 200 بار، سي ان هو 200 بار، يبقى هو بيزق لي الفتحه دي لحاجه معينه يطلع لي الضغط اللي لونه بقى لونه اصفر، يعني ده كان 200 لما يبقى لونه اصفر، لا مش هيبقى 200، ممكن هيطلعها يبقى 80 70
اي ضغط تاني، يعني هو نسبيا لقوه الضغط اللي هنا هيطلع لي، هيعمل لي معايره كاليبريشن لل ده اسمه بقى ده الكنترول بريشر. البرتقالي ده او الاورنج ده هنسميه كنترول بريشر، ده كنترول بريشر ناتج من ايه؟ نتيجه القوه اللي جايه هنا، وفي هنا سبرينج بالظبط ده بتتعاير البامب ديت دي بتتعاير هنا، ودي وده بيعين الستارت اوف كنترول. البولت ده بيظبط لي البولت الستارت اوف كنترول، وده بيظبط لي الباور بتاعه الكنترول. البامب دي بتظبط على باور معين، هي سرعه ثابته وباور ثابت. طيب خلاص، يبقى احنا قلنا هتيجي كده هيفتح، هيبدا ده يخش هنا، هيخش هنا. طب هو هيروح فين؟ هيروح هنا جاي، روح جاي على ايه؟ البلانجر، على بيستم اللي هو اللي احنا اللي مسمينه ادجستنج سلندر، هيجي على الناحيه العريضه. طب هنا ده 200 بيزق هنا، ولكن الاريا بتاعته الصغيره الانالوس اريا بيزق في الحته الصغيره دي والحته الصغيره دي، لكن الضغط المعاير دوت لو قلنا ده بقى، لو قلنا ده شيء افترض ان ده 200 وافترض ان الاورنج ده 80، طب ال 80 على المساحه الكبيره، ال 80 بضربه في المساحه الكبيره في الاريا الكبيره هيعادل ضغط الضغط التشغيل اللي هو بتاع البامب اللي هو ال 200 في الاريا الصغيره ديت بلس ضغط السبرنجات بتاعت ايه؟ البامب اللي هنا. طيب ده لما يجي كده ايه اللي هيحصل؟ يبقى البيستم هيبدا يتزق شويه، هيجي شويه، هيقلل الزاويه شويه، هيقللها حد. طب ما هو لما يقللها خلي بالك البلانجر ده هيجي يتحرك هو كمان، ما هو ده لو اتحرك كده 1 مللي ده هيتحرك معاه 1 مللي في نفس الاتجاه. طب لما يتحرك يبقى الذراع بتاعه نقص، يبقى ايه ده؟ ده هيجي في لحظه معينه يتغلب عليه تاني، ده هيزق تاني يروح قافل قفل كده. يبقى كده دي فيها فيدباك، الحركة ديت فيها فيدباك للكنترولر. يعني انت عيرت ده زي معايرة بالظبط، عمل معايرة للضغط. يعني لما يكون ده 200 هيجي عندي هنا هيفتح هيحول ده من قول من 200 هيحوله 70 او 80 زي ما قلنا تقريبا، يعني ده از اكزامبل لكن مش حقيقة. وهيجي هنا هيضغط، طب ده لما يجي يتحرك كده هيفضل ده يتحرك 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 لحد ما ده تاني يبدا يستعيد القوه، يبدا يفرد نفسه تاني ويزق البلانجر يقول له لا ابعد. طب ده لما يزق البلانجر تاني كده يبقى ده يبقى السبرينج ده هيروح مرجع البتاع ده قافل هنا، اجي تاني الوضع القفل. يبقى هنا خلاص هو سايب هنا 80 بار ثابته طول الوقت، طول ما الضغط ده 200 هيبقى هنا 80 على طول، والبامب ثبتت على زاويه معينه، هي كانت في زاوية 25 سي انها تبقى في زاوية مثلا ايه 20 دلوقتي مثلا، هتفضل ثابتة طول ما الضغط 200، طول ما البامب في زاوية ثابتة. يعني ايه البامب في زاوية ثابتة؟ وهي سرعتها ثابتة، يعني الفي جي بتاعتها بقت ثابتة، الفي جي ثابتة في السرعة ثابتة، هتطلع لي كيو ثابتة، كيو عندي القيمة ديت، يعني كيو عندي ال 200. عشان كده بيجي بعد شويه بنيجي نرسم الكيرف، قلل شويه بقى، بنرسم الكيرف ده اللي هو سبرينج لودد كنترول وذ ابروكسيمت كيرف. طيب بيجي هنا يبقى يعني عندي هنا الكيو هنا بتزيد في الاتجاه ده والبي بتزيد في الاتجاه. لاحظ ان هي كل ما كانت كيو في بدايه التشغيل تبقى كيو كبيره والضغط صغير اهو، ضغط وقت ده الكيرف اهو خلاص، دي ودي نقطة بداية، النقطة دي بداية ضغط التشغيل. يعني اقدر اعمل السيت اوف بريشر، الستارت اوف بريشر مثلا عندي 50 بار او عند اي حاجة، يعني مش هبدأ من اول كيرف لاخره، مش هبدأ من اول زيرو للاخر، لا ببدأ عند قيم معينة، عند قيمة معينة بظبط الضغط على حسب متطلبات العميل، بتتظبط البامب عند الضغط ده وبتيجي الى يبدا. يبقى كل ما الضغط التشغيل بيزيد
يعني لو تطلع من هنا اي نقطه من اي خط من هنا افقي تقطع الكيرف وتنزل هتطلع ايه الكيو بتاعته. يبقى باستمرار هتبقى الباور فورمولا البي بتساوي الكيو في البي على الكونستانت. الكونستانت بتاعنا لو احنا بنشغل وحدات المترك هيبقى 600، الثابت بتاعنا 600، تطلع بالكيلو وات على طول. يعني دي لو ليتر بير مينت، وده بالبار، البريشر بالبار، ضغط التشغيل بالبار، وده الليتر بير مينت على 600، تطلع لي الباور بالكيلو وات. دي حاجة ثابتة باستمرار. طبعا احنا انا مش هقرا لكم الحاجة دي موجودة وهتقدر انت تقراها بنفسك. لو عايز تقراها هتقرا فيها نفس الكلام اللي انا بقوله، بس انا بشرحه لك كده على طول. الكيرف ده لو احنا مركبين سبرينجات ما فيش الفورك مش موجودة، لكن في وجود هنا الباور ماتشنج بوسبل باي تشينجينج ذا سبرينج باكج. يعني هنا حاطط كام سبرينج؟ ادي سبرينج وسبرينج وسبرينج. ده كان في القديم ايام زمان لما كانوا عملوا الترومبات ديت، كان بيحطوا 3 سبرينج علشان يقدر ايه يعمل الكيرف. سبرينج 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 سبرينج. فهو بيختار قوه السبرينج عشان يحدد بيه السيتنج بتاع الباور. الباور لوسز ان ذا رينج شون باي شادد سيكشن، ده باور لوسز. الحته ديت شادد دي باور، انت بتستهلك باور لكن ما بتاخدش منها حاجه، فده كان بيعتبر خساره في الباور. طبعا الايديال بقى اللي هو الاختراع العبقري اللي هم عملوه اللي هي الفورك. الفورك ديت ده الاختراع الشركه ديت، وعلى فكره ده خاص بالشركه دي فقط، ولا يطبق في اي منتج تاني، اي ترومبه تاني، سواء من الفار ايست او من امريكا او من اي دوله تانية. لا، دي خاص بالشركه ديت، ده حكر عليها اللي هي الفورك دي، محدش يقدر يقلدها، محدش يقدر ينفذ الفكره دي. الفكره دي خاصه لانها مطبقه تقريبا في معظم الترومبات بتاعه الانتاج الشركه دي. نفس الفكره الفورك، لو عايز تحدد الباور لازم تستخدم الفورك. دي حاجه بقت ثابته في الشركه دي في معظم البوم. طب لما يستخدم الفورك بيدي له الايديال كيرف اللي هو ده بيسموه الهاي بارابولا كيرف. ده اسمه ايه؟ هاي بوليتيك كيرف او هاي بارابولا كيرف، يعني ان ايديال هايبربوليك كيرف، يعني ايديال. ايديال بالنسبه لكل حاجه، ما فيش لوسز هنا خالص بتحصل، لان باستمرار تعال على اي نقطه على الكيرف وخد خط لتحت وخط الافقي، هتقدر تجيب الضغط وهتقدر تجيب الفلو، هتضرب الاثنين في بعض. انت عند اي نقطه اضرب حاصل الاثنين في بعض هيدي لك المقدار ثابت كونستانت طول الوقت، يديك كونستانت. يبقى هنا اسمها ايه؟ اوبتيمم باور ماتشنج باي فاريبل سبرينج فورس. وهنا شرح بقى حكايه اللي زي ما بقول لك الذراع بتاع ده، الذراع هو بتاع الاس دوت اللي هو سويفل انجل ليفر ارم، ده فاريبل، ده بيتغير. الارم ده اللي هو بتاع السبرينج ديت اللي الستارت اوف سبرينج ده ثابت ما بتغيرش، يبقى هو ده المتغير على طول. يبقى كل ما السلندر اتحرك الناحيه دي، ده الكنترول الادجستنج سلندر اللي هي كانت فوق، كل ما اتحرك الناحيه دي كل ما قلل هيقل الاس. الاس هتتغير لان دي فاريبل، هتتغير الاس. كل ما لما الاس اتغيرت اذا هيحصل بالانس، يعني القوه دي هترجع تاني تتغلب تقفل لي، ودي لما تتحرك لما ده ينزل تاني بروح ساحب الكنترول فولف يقافل خلاص عليه، يبقى قال له يحدد الضغط. يعني زي ما بنقول انا لو رسمت كيرف ما بين ضغط التشغيل وضغط الكنترول هتطلع علاقه لينير بين الاثنين ثابته طول الوقت، يعني علاقه باستمرار في تناسب ما بين ضغط التشغيل، ضغط التشغيل اللي هو ده الاوبريتنج بريشر، وضغط الكنترول بريشر اللي هو ده ليه بيجي بيأثر على المساحه. ده ضغط التشغيل بأثر على المساحه الصغيره، وضغط الكنترول اللي بيجي ده خارج من هنا بيجي، ده ضغط الكنترول اهوت.
هتتلقى فيه تناسب دايما، ده اكبر ضغط التشغيل اكبر من ضغط كنترول طول الوقت. طيب فينا حد هيسألني يقول لي طيب افرض انا شغال كده وبعدين جيت قست الضغط هنا اتلقيت اللي هنا قد اللي هنا، اللي هنا قد اللي هنا، يا باشا يبقى كده البامب بتاعتك سويفل تو ماكسيمم، يبقى انت كده بالظبط رجعت البامب للمينيمم بتاعتها طول الوقت، وكده انت خلاص البامب عمرها ما هتدي لك الفلو اللي انت محتاجه. يعني البامب لو ده الضغط هنا قد هنا، لا يبقى اللي هنا 200 وهنا 200 زائد السبرينج دول ولا عاملين حاجه لان المساحه دي اكبر، اذا هتقفل لك ايه البامب. يبقى انت كده بالظبط بتجبر البامب، بتقول لها روح للمينيمم. روح للمينيمم يعني ايه؟ ادى اقل مينيمم. الضغط هنا في ده هنا تدي لك طبعا اعلى ضغط واقل مينيمم، اهو هتنزل البامب هتيجي كده، يبقى ده الكيو اللي انت هتاخدها في الحته دي. يبقى هنا ده من العيوب اللي هي بتحصل ان ممكن ده يحصل. طب في عيب تاني ممكن يحصل؟ العيب التاني اللي ممكن يحصل كل ده شغال وتمام وهنا ضغط التشغيل عالي جدا والضغط هنا بقى صفر، يعني الضغط ما جاش، يعني الترومبه ثابته ايه في الماكسيمم. طب الترومبه ثابته في الماكسيمم وانا باخد منها ضغط 300 بار، يبقى هنا دي اسمه اوفرلود، لان الباور اللي هنا ديت اقل من الباور اللي في النقطه دي. الباور اللي في النقطه ديت يعني انا ال 300 مثلا لتر بير مينت هنا في ال 300 بار اللي هنا، 300 في 300 على 600 هيبقى انت عندك كده ايه قد النص، يبقى عندك عايزه محتاجه يبقى ده هتطلع لك 150 كيلو وات. يبقى انت هنا محتاج 150 كيلو وات لو الفلو بتاع الترمبه ده الماكسيمم 300 لتر وضغط التشغيل 300 بار، يبقى 300 في 300 احنا قلنا الكيو في البي على 600، ال 300 في 300 على 600 هتطلع لك 150 كيلو وات. رغم ان انت ظابط البامب انت شاريها على اساس البامب ديت 100 كيلو وات، عشان في ترومبه ثانيه في المعده زيها 100 كيلو وات، يبقى 100 و100 200 وده يا دوب الانجن بتاعتك تقدر تكفي دول بالاضافه لباقي الترومبات الثانيه المساعده. فمعناها ان ترومبه واحده تعلق في المكنه الميزان بتاعها ده ما يشتغلش. طب دي ما طب ايه السبب ان يخلي ده ما يشتغلش؟ حصل هنا في خطا في الحته دي، يا اما في النوزل ديت اتقفلت اللي هنا دي في هنا نوزل مثلا اتقفلت، او السبرينج دي ما اتحركتش، او حصل اي ميكانيكال فيلير في الجزء ده ما اتحركش لاي سبب كان، ده قفش في مكانه السلندر ده قفش في مكانه الكنترول سلندر ده الكنترول فالف ده قفش في مكانه، يبقى معنى ان ده ما اتحركش، يعني ضغط الكنترول اللي خارج هنا ما لا يتناسب مع احنا قلنا في تناسب ما بين ضغط التشغيل وضغط الكنترول، ما حصلش التناسب ده يبقى خلاص كده انت وقفت في الحاله دي. ده العطلين اللي هم اللي موجودين باستمرار، يا اما البامب تبقى سويفل تو مينيمم او انها ستاي ان ذا ماكسيمم. ده لها سبب ودي ليها سبب. ده بالنسبه للبامب، ولو فهمنا الحاجات دي كويس قوي هتفيدنا. ادي عندك شكل اهو، الشكل الملون ده واضح جدا ويقدر ويمشي معاها واحده واحده مره واثنين وثلاثه. طب هنا احنا ما شرحناش البريشر فالف ده. البريشر فالف ده احنا قلنا ان هي دي اسمها فيها حرف زياده، هي ال ار بس ده الايه ده الكونستانت باور كنترول، لكن الدي دي تعني السبول ده اسمه بريشر كات اوف فالف. بريشر كات اوف فال يعني ايه؟ يعني انا بعاير الترومبه بتاعتي ما بتبقاش 300 او 400 350 او 400، لا انا عايز اخليها 250 بار، يبقى انا بظبط البلف ده على 250 بار. 250 بار يبقى عندي ضغط 250، ضغط التشغيل ده 250 بار، اول ما يجي السوسه دي مظبوطه على 250 بار، اذا ده ايه؟ هيتحرك هيروح جاي ايه؟ قاطع لي السكه من هنا خالص، يبقى هنا فتح ضغط التشغيل مباشره اهوت. ده لما يزق كده هيحصل ايه؟ الضغط ده هيجي هنا
اروح رايح على الكنترول اقفلها للمينيمم على طول. ده لو اتحرك ايه اللي هيحصل؟ الضغط ده هيجي من هنا عند دي هي كمان، اروح معدي من هنا مش هستنى يعدي من ده، لا ده هيبقى سابق عن ده، ده هيجي الاول من هنا. ده لو اتحرك اللي هو البريشر كاتوف فالف، الضغط هيجي من هنا الاحمر ده هيتحول للون البرتقاني ويجي بسرعه جري يحول لك الايه عند ضغط 250 بار البامب دي سويفل تو مينيمم، هتروح على خط المينيمم بتاعه، خط مسمار المينيمم بتاع البامب اللي هو المسمار ده اللي في الظهر. يعني الترومب لما بتيجي تترفع فوق الظهر المسمار ده بيعاير لي المينيمم بتاعتها، والمينيمم احنا قلنا ما تبقاش دايما لزيرو انجل، يعني من 25 الى لسويفل انجل ما تبقاش زيرو، لا هي بيبقى فيها درجه معينه وهي بتيجي مظبطه المصنع على حسب متطلبات العميل او المصنع المعده، هو بيحدد المينيمم انجل بتاعته اللي هو عايزه، وبيحدد كمان الستارت اوف كنترول، هو عايز الكيرف الباور عالي ولا منخفض. طبعا هنا في الكيرفات اللي هنا اللي تحت دي الكيرف ده اعلى باور، يعني الباور هنا هنقول ده مثلا 200 كيلو او 150 كيلو وات، ده 100 كيلو وات، ده 75 كيلو وات. يبقى هي الترومبه الواحده ممكن تدور على 75 كيلو وات، ممكن تدور على 100 كيلو وات، ممكن تدور على 150 كيلو وات، هي نفس الترومبه، هي الترومبه. انت بقى علشان كده ما تجيبش اي ترومبه من اي مكان تاني وتيجي تركبها في المكنه بدون معايره، ما ينفعش، لازم تتعاير الباور بتاعها، ال LR لازم تتظبط على المتطلبات بتاعه المعده اللي هي راكبه عليها. اظن انا قدرت اوضح الصوره الى حد ما، ولو في اي تعليق او اي حاجه تحب اسمعها من حضراتكم، ويا ريت يعني لو هتدعمونا وتعملوا اشتراك في القناة أو أي حاجة هزودكم بحاجات كتيرة جدا. أنا ليا خبرة طويلة في المجال دوت ومستعد إن أنا أعمل لكم كل شيء مجانا ولوجه الله تعالى، وأنا مطلوبش منكم غير الدعاء وإن أنتوا تعملوا حتى تنتشر العلم ويعم لكل الناس، سواء المهندسين الشبان اللي لسه طالعين أو طلبة الهندسة اللي في مشاريع هيدروليك أو الميكاترونيك، كل التخصص، أو حتى مهندسين الكهرباء، على فكرة مهندسين الكهرباء بيحبوا الهيدروليك برضو، يعني كل مهندسين المعدات أو المهندسين اللي شغالين في المصانع برضو، كل الكلام اللي بقول ده ينطبق على جميع المجالات اللي فيها هيدروليك، والهيدروليك هو من العلوم الأساسية حتى في الروبوتكس في الهيدروليك نيوماتيك والحاجات دي كلها، واحنا مستعدين ان احنا نجيب لكم كل حاجه بفضل الله تعالى. واتمنى لو في اي حاجه اي ملاحظات ما تتكسفش ما تخجلش انك انت تقول لي اي ملاحظه، لو انت شايفني ان انا وحش في حاجه قول لو سمحت غير الطريقه ديت اعمل كذا، بحيث ان انا اقدر افيد كل الناس. واتمنى ان يكون دي بدايه تعاون بيني وبينكم ونتفاهم مع بعض في القصة ديت، بحيث ان انتوا تقدروا تفهموني وانا برضو افهمكم، ارائكم هتصحح لي المسار ويبقى ليكم. انا يعني كان ليا تجربة مباشرة مع المهندسين لايف على طول، فاعرف المهندسين بتتكلم في ايه وعايز ايه، لكن دي البدايات، انا بقول ده البدايات وانا بادي من البداية، يعني مش من الاول خالص، المفروض في حاجات قبل كده ابتدي بيها، لكن انا عارف ان انتوا يعني معظمكم يعني معديها ويقدر يستوعب الحاجات التانية بسرعة، لكن انا قلت بداية الفاريبل بامب هو الكونستانت هورس باور كنترول، ولسه في انواع تانية ولسه انواع ترومبات تانية، يعني دي من الترومبات المهمة. الترومبة اللي يليها A11VO، ودي ترومبة بقى دي الماستر بيس بتاعة الدنيا دلوقتي، فبرضو هنركز عليها جامد جدا لان فيها كنترولر كتير قوي، وانا بركز على الحاجات اللي هي راكبه فعلا في المعدات الموجوده فعلا، ما بجيبش كلام من اي كلام نظري، لا ده كلام عملي واحنا ممكن نجربه ونعمله على الطبيعه. واشكركم جدا على صبركم عليا، ومعلش انا طولت عليكم في اول فيديو، لكن اتمنى ان هو ينال اعجابكم، وهحاول ان انا اعمل لكم حاجه كويسه ان شاء الله. السلام عليكم.